هذا الشكل الرائع. هل بالفعل يا عمرو، اسمح لي اقول لك عمرو على طول يعني كابتن بمثابه الابن يعني، ف لا على الهوا طبعا الناس كلها كباتن وعلى دماغنا بس احيانا من المحبه يعني، هل الرباط الصليبي اثر معاك الى هذه الدرجه؟ فرق معاك لانه الناس كلها لا قالوا عمرو ما قبل الرباط الصليبي غير عمرو ما بعد الرباط الصليبي. لا الرباط الصليبي اخر عمرو. الفرصه في النادي الاهلي ما بتجيش بسهوله يا كابتن شوبير. انا لعبت وانا كنت في البيت في النادي الاهلي. حد حصل له حاجه في المعسكر، دخلت انا المعسكر ماتش المحله. كنت كام سنه؟ كنت 20 سنه. قاعد في في البيت فجابوني المعسكر. كابتن سيد معوض حصل له حاجه فدخلت كده المعسكر. فالماتش 1-0 للمحله وخلاص، ما فيش يعني، كان في كابتن متعب بعدين اتغير بعدين سيد حمدي ودومينيك وعبد الظاهر، فقال لي حط عمرو جاب جون في اخر الماتش. جبت جون في اخر الماتش، قلت لنا الجون ده مهم جدا مع كابتن يوسف. 1-1 بعدين كابتن وليد لا كابتن وليد اتعدل 1-1 وانا جبت جون المكسب في الدقيقه 93 وانت نازل في الاخر، في نازل اخر 3 دقايق 4 دقايق يا وجبت جون. انا فالفرصه في النادي الاهلي يا كابتن شوبير صعبه. يعني صعب ان انت تلاقي الفرصه دي. انت كده مع مثلا كده لا كده مع كابتن عماد بدري ماتش كونفدرالية. ففرصة صعبة، فلما انا اتأخرت في الصليبي رجعت اتصبت في اخر 2014 في اوائل 2015 فاكر 5/11 في عزك في عزي طبعا. فجه الصليبي قعدني سنة، رجعت لقيت ايفونا انطوي كابتن عماد متعب كابتن جدو وانا. فبص الفرصة حضرتك بتتقسم على كام واحد على خمسة. في عز ان لعيب جاي من الصليبي عايز ياخد ماتشات كتير لكن النادي الاهلي مش هيصبر بقى ان انت تحط ايفونا كان جاي هداف الدوري المغربي كان انطوي هداف الدوري المصري وكان بيلعب في الشباب السعودي وكابتن عماد متعب فانت داخل معجنه. دخلت بدات كويس شويه مع كابتن فتحي مبروك، قدرت تجيب جوان في الكونفدراليه قدام اورلاندو، جوان في الدوري، لكن بعد كده طبعا ايفونا خد فرص كتير. المدربين اتغيرت، كابتن زيزو مسك شويه بعدين مارتينيول مسك شويه، يمكن الاستقرار بس جه مع كابتن حسام بدري. ده ماتش المصري نهائي مصر ده نهائي الكاس ده الثواني الاخيره من اللقاء ده في الدقيقه 117 لسه بتفرج عليه على اليوتيوب كده. خلاص ده تقريبا دي كانت اخر كوره والحكم حسام 117 وبعدين جبنا المكسب. احمد فتحي جاب ده عملت اسيست المكسب ده كان ماتش دراماتيكي يعني اخر 5 دقايق جبنا الكاس في اخر 5 دقايق. فطبعا الفرصه اخرتني شويه ما قدرتش، فعشان كده كنت مصمم ان انا اطلع اعرف 2017 2017 حتى بعد ماتش المصري ده صممت ان انا اطلع الاعرف. في حين كان كابتن في الوقت ده كانوا متمسكين بيك متمسك كابتن حسام بدري كان مدير فني الباشمهندس محمود طاهر كانوا رافضين تماما بس هم مشوا وراء اصرار ان انا كنت عايز ارجع عايز تلعب عايز العب وارجع ابقى انا رقم واحد في النادي الاهلي.